الطابع والسامة اللي جابتهم زرقت لوشام، لا يخافوا من ذا الحسب اللامة، لا قطيع رصاص وغشام، يدزوا على النار اللهامة، من أجل وطن وزرعة هام، عزيزي ينوفد ما جابت الأقلام، معانية بعيدة الطرامة، ندخل في شعري للغام، جواجية تنسج رقامة، وزادتني المكناسي للهام، بكيت مع اللومة التهامة، اللي تصدمت فقدت الأحلام، بكيت على ذراري المكناسي، اللي جابت في الستاشر عام. بدينا تحركاتنا منذ يوم 27 جانفي 2016 تقدمنا مطلب كتاب للمعتمد الجهه لايجاد حلول للمعطلين اللي من طالب بطالتهم، وهددنا في المطلب انه باش ندخل في اعتصام، وهذاك اللي صار بعد ما لقيناش تجاوب من السلطه. بدينا في اعتصام منذ 3 فيفري 2016. الاعتصام خدنا فيه عديد المراحل النضاليه، عديد التحركات، مسيرات شعبيه بالمكناسي. بعد عملنا تحرك سميناه صرخة بتونس، قمنا فيه بوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب لتبليغ مطالبنا، ومن بعد قمنا بوقفة احتجاجية أمام ساحة محمد علي أمام الاتحاد العام التونسي للشغل، واختتمناها بوقفة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة. الجلسة الأولى كانت كجلسة استماع، والجلسة الثانية أعطونا فيها مجموعة من الوعود الهشة، الوعود هذيك ما تحقق منها حتى شيء، وكانت عندنا جلسة مبرمجة يوم 30 نوفمبر، وقعت تأجيلها إلى 6 ديسمبر، اللي من بعدها ما صارتش، من بعدها وقعت تأجيلها إلى أجل غير مسمى. دخلنا يوم 30 ديسمبر 2016 في عصيان مدني بمدينة المكناسي، وكانت مطالبنا واضحة اللي هو مجلس وزاري للنظر في المطالب التنموية والتشغيل في المكناسي، للنظر في المشاريع المعطلة. في الوقت ذاك الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي مشكور قام بالدعوة لإضراب عام بمدينة المكناسي يوم 12 جانفي 2017. إضراب عام كان ناجح، تخللته مسيرة شعبية ضمت حوالي 7000 شخص. باش نتلقى معكم في الحديث على الحراك هذه انطلاقا من المحطة النوعية اللي صارت نهار الثلاث وقت اللي صار اعتصام في مقر الولاية، وين تم اعتداء علينا بالعنف من قبل الميليشيات ومن قبل قوات أمن بالزي الرسمي. السلوك هذا كان بدفع من الوالي اللي يبدو انه عنده حسابات يحب يصفيها مع الجهه، وعنده اكثر من عام يحاول يهمش الجهه هذه ويحاول يعطل الملفات التنمويه اللي خاصه بها، وماهوش قاعد يحقق في حتى مطلب من مطالب الجهه. خرجت مع المحتجين ليلة 14 جانفي، تعرضنا ليه الاستفزازات الأمنية الليالي اللي فاتوا، تشديت من قبل الأمن، ضربت بكل عنف، ومن بعد تعرضنا الاستفزازات في وسط المركز الداخل، إهانات، سبان، نحكي على خشمي متكسر، كتفي، رجلي، ما خلوش بلاصه ما ضربوش فيها، استفزازات امنيه خايبه برشا، كانوا الحاكم نتاع بن علي هو نفسه هو اللي قاعد بحاصيله، هو ما لقاش حتى حجه ولا يتهم فينا ان نحن سكرجيه ومخربين واستهلاك مات مخدرات وكل الحكايات هذيك الكل. والصباح في كان الجماعه اللي هنا عملوا احتجاج باش هم سيبونا روحنا، عملنا محامي باش نتبع حقي مانيش مسيبو خاطر هاني قالي نحي سروالك باش تروح. الصفحات نتاع الاذاعات الموجوده في الانترنت تشوف برشا عباد تسب عم يخربوا عم يكسروا وكل شيء. اليوم بريسك نهار الثامن اليومين، عم نهار الثامن من الاحتجاجات وكل شيء. نجم نشوف المكنسي كل توا ما فيها حتى حاجه تحرقت ولا حتى حاجه تكسرت، هذا يثبت ان الاحتجاجات هذه عمرها ما كانت معناها فوضويه ولا فيها تخريب، والشباب هذا واعي 100%.
وباش يكونوا واضحين الاستفزاز اليومي راهو يكون ديما يبدا من عند البوليس وكل شيء. سورتو اكثر ليله وقع فيها الاستفزاز بعد ماتش تونس وفت البارتي من العباد خارجه من القهاوي ليرونس غاز الغاز في بلايص الكل معناه وكل شيء وينكم الليله بالحرف الواحد هيا وينكم الليله. ريت سب من العوين لعمري ريتو ميكنيسي وعملته قبل وتحكوا على الثوره ومدري شنو وكل شيء باش نخلوا هيك وصمه في تاريخهم كما هكا بالحرف الواحد. واللي يحبوا يشوهوا الاحتجاجات هذه راه ما عندهم وين يوصلوا وينجم يجي يعمل طلع على المكنيسي باش يشوفه تفرج خضار ما شاء الله ما فهم شيء مكسر وكل شيء. اليوم المكنيسي تواصل عصيانها المدني سلمي وتواصل احتجاجها المدني سلمي كذلك في النهار وتحاول باللي نجمت واللي باللي تنجم شبيبتها انها تعطل على الاقل قوات القمع من انها توصل للديار وانها طيش لبوم ديكريموجين في وسط الديار نتاع العائلات الامنين واللي احنا راهو عندنا برشا عباد كبار ازماتيك ومرضى اليوم يتحلهم لكريموجين في وسط ديارهم الداخل وقت اللي يخرج شبيبه في البلاصه هذه اللي احنا نصوروا فيها في الليل يطالبوا من البوليس انهم يضربوهم لهنا. البوليس يقول لا ويطيش لكريموجين في وسط الديار اللي انت تنجم تصورها مقابلين الديار نتاع العائلات منا. وقت اللي يحاولوا الشبيبه انهم يحاولوا الاشتباك وسط السوق بعيد على العائلات البوليسيه يلاحقوا شبيبه داخل لحوم. هذا مش سلوك نتاع قوات حفظ امن، هذا سلوك نتاع قوات تحاول تقمع الحركه الاحتجاجي وتحاول توجهه. نجحنا الى حد ما وباش نقول الى حد كبير فضل الوعي بتاع الشبيبه ان احنا نخلوا الحراك الليلي يكون حد وحد اشتباك مع قوات الامن دون الاعتداء على المؤسسات ودون الاعتداء على المنشات اللي هي ما عندناش بصراحه المنشات. لا عندنا استاد يصلح، لا عندنا بنكه كبيره، لا عندنا مؤسسه اقتصاديه كبيره، عندنا بلديه وعندنا قباضه وعندنا مركز شرطه وعندنا مركز بريد. هذا هو فما في المكنيسي، هذوما تنجموا تعاينوهم ويبدو انكم عينتوهم فيهم حتى اثر حتى الحجره مطيشه على الحيط. هذا يدل على انه الشباب اللي يتحرك في الليل شباب واعي، لكن التعزيزات المكثفه الاستفزازيه اللي تتواجد كل ليله وما عندها حتى مبرر هي اللي تخلي الشبيبه انها تخرج تشتبك معاه. تعاطي السلطه مع مطالب الجهه كانت فقط بالمقاربه الامنيه. السلطه كان بامكانها ان يتبعث وفد وزاري وللامانه انه تنقل فقط وزير الشؤون الاجتماعيه الى مقر الولايه وما حبش يتنقل لمدينه المكناسي، هذه واحد. اثنين عدم تجاوب، النص على عدم تجاوب نواب الجهه، ولو اني الكلمه هذه ما نامنش بها انا، لانه النائب هو نائب شعب كامل. ولا النائب من نواب سيدي بوزيد تنقل لهنا، الوحيده اللي تنقلت لهنا هي مبارك عويني. النواب البقيه وين نوف الجمالي؟ وين احمد الخصوصي؟ وين العمري؟ الى اخره، معناها النواب هذوما ما تعطوش معنا. المسانده الوحيده كانت منين؟ كانت من الاتحاد العام التونسي للشغل، كانت من منظمات المجتمع المدني مشكورين، كانت من الاتحاد المحلي المكناسي اللي تبنى مطالب المعتصمين وقف لجانبهم، كانت كذلك من بعض الحقوقيين والمحامين الشرفاء. ما نوعد به السلطه هو انه حتى منشاه او مؤسسه كانت عموميه او خاصه لن تحرق ولن يقع الاعتداء على اي مواطن او اي مسؤول في المنطقه لهنا. جهة المكناسي راهي جهة فهمتني ستيم بيبينير دانتليجنس، شبابها فهمتني يتفوق ويتميز بالذكاء وبالخلق وبالإبداع، ولكن مهمل من طرف من هذه مسؤولية السلطة. احنا اليوم كاتحاد نطالب السلطة بالتعجيل بفض كل المشاكل العالقة بالجهة. راهو صبر له حدود، ولولا حبنا لتونس لكان المشهد غير ذلك. المواطن الكادح هو تلقى عنده اللب بتاع الحقيقه، الاخرى يكون حبال في ريحتك مش شباك ذباب تعبي. شوف ولدي كلمك، خاطر احنا جماعه متربعين على كل شيء. والفلايش اللي جات من الخليج وهيبات ومن ومنه وان هي تمست عملوا لها سبيراتوري كلها، ونحن قاعدين الواحد ملقي ظهره كل مزاب للريح. بالله يفكروش فينا، ثمش واحد مسؤول مربوق جانا وقال يا مكناسي لو عندكم وعندكم. وانت مشدين الركح الكراسي والمناصب والفلوس والطيارات والزيارات للدول اللي تحبوها انتم، ونحن قاعدين كعلوق المرذومه عودي طيب خوه. لكن النظام هرسنا ارحانا كبالة قرد، ما خلاش فينا علاش يتحركوا. شغل حريه كرامه وطنيه، شغل حريه كرامه وطنيه، شغل حريه كرامه وطنيه. التشغيل احنا طلب
طلبنا بحل مشكلة التعاضديات، وطلبنا بحل مشكلة التنمية، وطلبنا بحل مشكلة الفوسفات، وطلبنا بتشغيل المعطلين حاملي شهادات العليا، وطلبنا بإيجاد إقليم تاع ستيك على الأقل يكون دافع للتنمية ويشجع المستثمرين باش يجوا ويحل مشكلة الفلاحة اللي عنده مشكلة نتاع الكهرباء في الآبار نتاعها. طلبنا ب5000 مطلب، ومطلب مشروع وممكن تفعيله وماهوش صعيب، والاستثمارات اللي باش ترصد له ماهيش كبيرة وماهيش مستحيل، لكن شنو هي كانت إجابة ديما؟ قوة أمن وقوة قمع ومجموعات تحاول تخترق الشبيبة وتحاول تحيد الصراع هذا. رانا مرابضين في الشارع في النهار وفي الليل، اليوم رانا موجودين في كل بلاصة، تلقونا في المكنيتي وباش تلقونا في بوزيد، وبإذن الله باش تلقونا في تونس وقت اللي ما تسمعوناش، اسمعونا وحقونا مطالبنا، مطالبنا واضحة، ماناش نتفاوضوا معاكم وماناش حابين نتصوروا معاكم مع وزير ولا مع والي ولا مع مسؤول، ما حاشناش، نحبوكم انتم تحشموا لارواحكم مره في حياتكم وتتلفتوا للجهه هذه وتعطوها حق، تتلفتوا للناس هذوما اللي قتلهم الهم وقتلهم الفقر وقتلتهم الميزيره، تتلفتوا للشبيبه اللي ما عادش عندها حتى امل. رانا اليوم نطيشوا حجره، اما راه والله الشبيبه هذه قادره تهد عليكم وتطيح كسوركم وتطيح بوليسكم وتطيح حاكمكم وتفك لكم البلاد وترجعها لامها. راهي هذه بلادنا ومش تنسلموا فيها وماناش خايفين وماناش متراجعين. يهديكم ربي يهديكم ربي، حسوا بينا وحسوا بالجهه وحسوا بوجيعه اميماتنا وحسوا بوجيعه بياتنا، راهم دفعوا دم قلبهم مش قرونا. جرحي لو لسنين تعدوا ما داويتوش، أحلامي في منامي ما زالوا ما ماتوش، يفور ونحتج يقول ويفسد في النظام، وبكيت على دراري المكناس نشابت في السلطة شمال، وبكيت على دراري المكناسي نشابت في السلطة شمال.